اليوم السابع كتبت بقى تحت عنوان إنشاء مدينة طبية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة. أحمد عماد وزير الصحة والسكان بيتكلم عن إنشاء مدينة طبية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء على هذا الإنشاء، وقال في بيان رسمي النهاردة إن رئيس الوزراء عقد اجتماع معه لمناقشة الخدمة الصحية المقدمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة عشان يتم تخصيص الأراضي اللازمة لذلك.